السلام عليكم. باختصار، المرحلة دقيقة وحان وقت الخيارات الحاسمة وتحديد مصير البلاد. هذا الاقتباس جاء من المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي عقد عصرا في الكويت، وأشار فيه إلى الخيارات الحاسمة بصفة الجمع دونما الإفصاح عن مضمون تلك الخيارات. ما جاء على لسان ولد الشيخ في المؤتمر وصف بأنه قليل الصراحة كثير المواعظ، وقد حث الأطراف المتشاورة على السلام. ولد الشيخ الذي تحدث عن سير الأعمال في اللجان المنبثقة عن المشاورات قال إن اللجان بما فيها لجنة المختطفين تعمل على وضع آليات عمل، وأكد أن اللجان محكومة بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ووثيقة الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 وبقية القرارات الأممية ذات الصلة. وأوضح أن هنالك اتفاقا على نقاط محددة، ولكن التطبيق يحتاج إلى تمعن كبير. كما أكد أن التهدئة أدت إلى العمل في المجال الإنساني، غير أن الجديد فيما وصف في مؤتمر الصحفي لولد الشيخ هو حديثه عن اقتراب موعد الخيارات الحاسمة، وأن الأيام القادمة بالنسبة لليمنيين مصيرية، إضافة إلى حديثه عن إطلاق نصف المختطفين قبل شهر رمضان. وهنا نتساءل، ما هي الخيارات الحاسمة التي تحدث عنها ولد الشيخ والتي قال إنها ستحدث خلال الأيام القادمة؟ وما دلالة تأكيده على أن الأيام القادمة مصيرية بالنسبة لليمنيين، طالما والأمم المتحدة باتت راعية لهذا المصير بما يمثله القرار الأممي 2216؟ في حلقتنا اليوم سنبحث عن إجابات لهذه الأسئلة في النقاش مع ضيوفنا الذي سنبدأه بعد متابعة هذا التقرير. إن الأيام القادمة مصيرية لليمن، وستبذل الأمم المتحدة كل الجهود لحث المعنيين بالشأن اليمني على الالتزام بواجباتهم الوطنية والإنسانية. مجددا يعود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عبر مؤتمر صحفي لينفح في جسد المشاورات روحا وحياة جديدة ليمد من عمرها أياما أخرى وإن تعب من تفاؤله المتابعون. يتحدث ولد الشيخ أحمد عن لجان المشاورات اليمنية مشيرا إلى أنها ستعمل على الإفراج عن 50% من الأسرى قبل شهر رمضان، وعن بدء كلا الفريقين بتبادل بعض لوائح المعتقلين بين الأطراف اليمنية. فهل سيستمع المشاركون في الجلسات لصوت 25 مليون يمني ويمنية يطالبون بالسلام، أو سيلجؤون إلى 25 مليون مبرر لعرقلة المسار؟ هل سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية بتأمين حقوق المواطنين والمواطنات في اليمن، أو سيعمدون إلى إبقاء الحال على ما هو عليه؟ باختصار، المرحلة دقيقة وحان وقت الخيارات الحاسمة. أسئلة وضعها المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي، وليس غيره من يحمل إجابات لمعرفة نوايا المشاركين في هذه المشاورات بل ومصير اليمنيين. يستعين ولد الشيخ أحمد بالتاريخ للقصاص، وهو يستدعي السلام كخيار للشجعان، سواء أسعى الرجل لصناعة تاريخه هو أم لانتزاع نصر حقيقي يحمل السلام لليمنيين. صنعاء، الحديدة، إب، مدن وصلت إليها الإغاثة الأممية بحسب تصريح مبعوثها إلى اليمن، وهي مدن لا تزال خاضعة لسلطة الميليشيا، فيما لا تزال تعز تشهد حربا يومية يتكرر معها فشل محاولات لجنة التهدئة بالتوصل لحلول تفتح معابر المدينة المغلقة. نحن تابعنا الناس هؤلاء إلى آخر لحظة. أنتم ترون أننا كل يوم أخرج اليوم حوالي المرة الرابعة والخامسة ونحن في الخطوط وبدون جدوى وبدون فائدة، ووعودهم طلعت كلها يعني عبارة سراب. هذا للأسف الشديد، وهذه الاتفاقيات أصبحت عبرة على ورق، ولكن نحن كمان منتظرين الإخوة في الكويت، مشاورة الكويت، لأن نحن مرتبطين فيهم في لجان إشرافية هناك. تظل كل الحلول الممكنة مرهونة بنوايا الميليشيا وجديتها، وليس العشرون يوما التي تسبق شهر رمضان عن ذلك ببعيد. فهل تستطيع ميليشيا الحوثي الانتصار على نفسها هذه المرة والإفراج عن نصف السجناء والمختطفين، أم أنها ستظل في ذات الحقل المفخخ بالمغالطات والهروب الدائم من استحقاق السلام لليمنيين؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أرحب بداية بضيفي عبر السكايب من الكويت، الصحفي المرافق للوفد الحكومي في المشاورات، الأستاذ مختار الراحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. يعني إذا ما بدأنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده ولد الشيخ اليوم، ما كان الجديد بحسب وجهة نظرك؟ في حقيقة الأمر أنه لم يكن يحمل أي جديد يعني بالإمكان أنها تذكر، وكانت هناك بس عبارات وجهها ورسائل وجهها
للمتحاورين والموجودين هنا في الكويت، ولكن في حقيقة الأمر لم نخرج بأي شيء، لم يتحدث عن الإطار العام، لم يتحدث عن تزمين المشاورات، لم يتحدث عن تعنت الميليشيات الإنقلابية في الدخول في دول الأعمال. الآن نحن في الأسبوع الرابع، لا يوجد هناك أي جديد، كل ما هو الجديد فقط الذي جاءت به هذه المشاورات هو الدخول في قضية المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الإنقلابية، والحديث أنه سيتم إطلاق سراحهم إطلاق سراح 50% قبل شهر رمضان المبارك. هذا هو الجديد الذي تحمله، أعتقد أنه حتى المشاورات بشكل عام الجديد الذي تحمله هو إطلاق سراح المعتقلين فقط، لا يوجد هناك أي قضايا. الوفد الحكومي جاء إلى الكويت من أجل 5 قضايا أو 5 قضايا تم إدراجها ضمن جدول الأعمال من الأمم المتحدة، وليس من الوفد الحكومي ولا من الحكومة الشرعية. أولى هذه القضايا هي قضايا مصيرية، وهي القضايا التي أدت بالوصول باليمن إلى ما وصلنا إليه. أولا سلاح الميليشيات الإنقلابية، هذه هي لب المشكلة، ومشكلة اليمنيين هو سلاح الميليشيات الإنقلابية الذي كان بيد الدولة وأصبح بين عشية وضحاها بيد ميليشيات وعصابات ومجموعة من المتمردين، وهذا الذي أدى بالحال إلى هذا الحال، وهو الذي جعل من الميليشيات الإنقلابية تتعفرت وجعلها تجعل رئيس الجمهورية تحت الإقامة الجبرية ورئيس الوزراء، وأدى في نهاية المطاف إلى هذا الوضع. هذه القضية لم يتم مناقشتها حتى الآن، لم يتم حتى بلورة الأفكار المطروحة من قبل الطرفين. الحكومة قدمت رؤية متكاملة، والأمم المتحدة أيضا قدمت رؤيتها، طيب ولكن الميليشيا الإنقلابية هذا يدفعني إلى السؤال أستاذ مختار حول ما الذي جد في خصوص عمل اللجان الثلاث، يعني إذا ما أو حتى تحديدا اللجنة السياسية واللجنة العسكرية، باعتبار أن هناك نوع من التقدم في اللجنة الخاصة بالمختطفين، ما الذي جد بخصوص هاتين اللجنتين خلال هذه الفترة الوجيزة؟ لا يوجد هناك أي تقدم، كل اللجنتين اللجنة السياسية واللجنة الأمنية عملها متوقف حتى وإن اجتمعت، لكن لا يوجد هناك جديد. كلما تم طرح مناقشة القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال وهي الانسحاب وعودة الشرعية وغيرها من القضايا الحساسة، يتم طرح موضوع من قبل الميليشيا الإنقلابية ومن قبل وفد الحوثي صالح بأنهم لا يمكن لهم أن يدخلوا أي مناقشة أو أي قضية إلا بعد أن يتم تشكيل حكومة، بالتالي أهدافهم أصبحت واضحة. أهداف الميليشيا الإنقلابية جاءت إلى الكويت من أجل هدفين اثنين، وأنا دائما أكرر هذا الكلام، أنهم جاءوا إلى الكويت بنوايا سيئة، تأخروا 4 أيام وتأخروا 4 أيام بالدخول لجدول الأعمال ولا يحملون أجندة أو أهداف إلا هدفين. الهدف الأول تحييد الطيران ومن أجل إعادة ترتيب أوراقهم في أرض الميدان وإعادة الانتشار والتحشيد وحشد مسلحين من مناطق لم يكونوا من قبل يستطيعوا أن يوصلوا هؤلاء المسلحين. الهدف الآخر الذي جاءوا من أجله هو تشكيل حكومة، يريدون شرعنة الانقلاب، بالمختصر يريدون شرعنة الانقلاب وأن يصبحوا جزءا من الحكومة الشرعية وأن يصبح سلاحهم الذي نهبوه من الدولة جزء من الدولة. يعني إذا كان أفراد الميليشيات الانقلابية سيصبحوا جزء من الحكومة، فهم بالتالي لن يكونوا ميليشيات ولن يكونوا عصابات ولن يكونوا خارج إطار القانون والدستور وإطار الحكومة، بالتالي سيكون جزء من الحكومة الشرعية ويحق لهم أيضا أن يمتلكوا السلاح وأن يتحكموا بمجريات الأحداث. يعني هو إذا ما يعني عدنا إلى حديث ولد الشيخ تحديدا، هو تحدث عن وضع أو أن هذه اللجان بما فيها لجنة المختطفين تعمل على وضع آليات عمل، يعني نحن الآن في بداية الحديث عن هذه اللجان لم تبدأ فعليا، بما أنه يتحدث ولد الشيخ على وضع آليات للعمل. سيدي العزيز، المشاورات ليست معتقلين، مع أن قضية المعتقلين والمختطفين قضية وطنية وقضية مهمة جدا، لكنها تم مناقشتها في مؤتمر بيل وتم الاتفاق حول هذه القضايا وأنه سيتم إطلاق سراح المختطفين لدى الميليشيات الإنقلابية. وبالفعل ذهب إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة صنعاء وظل فيها 5 أيام يقنعهم بأنهم التزموا له في سويسرا بأنه سيتم إطلاق سراحهم. الآن نحول مشاورات الكويت كلها على قضية واحدة ونختزل مشاورات الكويت في قضية واحدة وهي قضية المختطفين، مع أننا نؤمن إيمانا مطلقا أن قضية المختطفين والمعتقلين قضية وطنية وقضية مهمة ويجب حلها ويجب على المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية أن تقوم بعملها، لكن لا يمكن لنا أن نهرب من الفشل في اللجان الأخرى وفي القضايا الأخرى ونتجه إلى اللجنة المختطفين والمعتقلين. وأنا أعتقد أنه في المحصلة النهائية لن نخرج إلا بهذا الحل وبهذا الإنجاز الذي سيكون إنجاز تاريخي وهو إطلاق سراح. لكن هو تحدث أيضا أستاذ، يعني أستاذ مختار، هو تحدث عن الخيارات الحاسمة، ما الذي قصده ولد الشيخ برأيك؟
لا نعرف ما هي الخيارات الحاسمة حتى الآن. إذا كان لم يتفوه بكلمة واحدة حول العراقيل التي قامت بها الميليشيا الإنقلابية ووفدهم، لا ندري ما هي الخيارات. نحن كنا نسمع عن الخيارات الاستراتيجية التابعة للحوثيين، لكن اليوم نتفاجأ أنه حتى ولد الشيخ أصبح لديه خيارات حاسمة ولا ندري ما هي الخيارات الحاسمة. أن يخرج إلى وسائل الإعلام وأن يصدر بيانات إعلامية بحقيقة ما يدور تحت الطاولة. الشعب اليمني يريد أن يعرف ماذا يدور تحت الطاولة، وماذا يدور في الغرف المغلقة، ومن الذي يتعنت، ومن الذي يرفض الحل السلمي في اليمن. الشعب اليمني بالفعل هو يريد أن يتخلص من الحرب ويريد أن يعيش بأمن وأمان، ولكن يجب علينا أن نحدث أو نعلم أبناء الشعب اليمني ما الذي يحدث. الميليشيات لا تريد السلام ولا يهمها الشعب اليمني. إذا كانت على خلال سنة ونصف لم يهمها لا الشعب اليمني، قتل الشعب اليمني، خدمات لا تتوفر للشعب اليمني، وهم لا هم لهم. الأسواق السوداء التي كثرت والقتل والدمار والاختلالات الأمنية هذا لا يهمهم. بالأخير جاءت الميليشيات تبحث عن نصيبها من الكعكة وتريد العودة من خلال السلطة إلى الحكم فقط. ما هي ما هو السلطة وما هي ما هو الحكم فقط. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم. مساء الخير أستاذ عارف. مساء النور، أهلا بك أستاذ عارف. يعني كان حديث ولد الشيخ في المؤتمر الصحفي كما وصفه كثيرون قليل الحقائق كثير المواعظ. هناك من حمله أنه أو وصفه بأنه لم يتطرق إلى مسألة إجراءات بناء الثقة، ويعني لم يؤكد عليها كثيرا. ما رأيك حول المؤتمر بما جاء فيه بشكل عام؟ ولماذا تريد إحراج الرجل؟ الرجل لم يحقق أي تقدم. عن ماذا تريده أن يتكلم؟ كان صوته واعظا باكيا، لم يقدم شيء. رجل كل يوم يعني يرحل فشله. يجب أن تعرفوا أن ولد الشيخ يرحل فشله من يوم إلى آخر ويهرب إلى الأمام يوميا. أنا كنت أود أن أقول له اليوم، أنت عندك ألوان جميلة وعندك فرشاة لكنك ترسم في الهواء، ما في شيء طلع لنا من الألوان هذه. وضع جدول للأعمال، رفض الحوثيين، هرب منه إلى الإطار العام، رفض الحوثيين، هرب منه إلى تشكيل مرجعيات ثلاث، رفضوا منه، هرب منها إلى تشكيل لجان ثلاث، هربوا منها. حمزة الحوثي وضع على رجل وقال له بين الناس، هل تستطيع أن تلزمني بشيء وأنا لا أوقع لك على شيء؟ حتى الآن، حتى هذه اللحظة، لا يوجد نقطة واحدة تم الاتفاق عليها أو تثبيتها أو الاتفاق حولها. والجماعة الحوثية رفضت كل النقاط، نفس ما يجري تماما في البرنامج النووي الإيراني، كسب الوقت. وهذه نقطة مهمة جدا، يجب التنبه لها من الجميع. سيدفع الناس إلى الملل من الحرب، إلى أن تكون اليمن حرب منسية، حتى يصل المجتمع الدولي بأنه إذا لابد من تشكيل حكومة. التشكيل الحكومة تعني أن الحوثي بدل أن كان يقتل نفسه صفته ميليشيات سيقتل نفسه صفته الدولة. بدل أن يخرج من المؤسسة الحكومية المسيطر عليها، لا، سيبقى فيها باعتباره جزء من الدولة. بدل أن يسلم السلاح، لا، سيقلب ميليشياته إلى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وهنا سيصبح جزء من الدولة. هذا ما يريده هو. الأمريكان وضعوا هذه الخطة مع الإيرانيين بعناية وبدقة، وسيصلون إلى هذه النتيجة. لكن إذا ما كما يقولون أستاذ عارف، يعني إذا ما تحدثنا عن نقطة الالتزامات وحسم معركة عسكرية، إذا ما تحدثنا عن نقطة الالتزامات التي قام بها الحوثيين وعن حديثهم أنه لم يوقعوا على شيء، هناك كان يعني ما خرجت به محادثات بيل السويسرية كانت إجراءات بناء ثقة من إطلاق سراح المختطفين، وكذلك فك الحصار عن تعز أو عن المدن المحاصرة بشكل عام. الآن أفهم منك أنهم حتى تنصلوا من مخرجات بيل السويسرية. هي يا أخي الكريم، بيل السويسرية جرى فيها توقيع، وهذه النقطة التي وقعوا عليها الوحيدة، تثبيت جدول الأعمال سيتم مناقشته لاحقا. الآن عندما جئنا الجدول رفضوا، ولذلك ولد الشيخ يقفز من مرحلة إلى أخرى دون تثبيت أي مرحلة. ولد الشيخ الآن يرسم في الهواء، يبني، يحرق في بحر، ما عنده أي خطوة صحيحة. الخطوة الوحيدة الصحيحة الموقع عليها من الطرفين هي جدول الأعمال لوضع مدينة بيال السويسرية. حتى الآن هم يرفضوا هذا الجدول ولم ينفذوا منه شيء في إجراءات بناء الثقة. لا أطلقوا أسرى معتقلين، ولا انسحبوا من المحافظات، ولا فتحوا ممرات فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية لجميع المدن التي قدمتها تعز. لا يوجد أي خطوة في مرحلة بناء الثقة. بالتالي هذه الجماعة سوف تصر على المؤسسة على وجود حكومة وحدة وطنية. طيب التقوا يوم الجمعة الماضية مع السفير الألماني وسفير الاتحاد الأوروبي
وربما أن نطمئنهم حول هذا. هناك مشروع وضع لنا في الداخل اليمني، ليس الهدف منه اليمن بقدر من الهدف منه هو السعودية ودول الخليج. بالتالي أعتقد هم الآن كما دفعونا إلى الحرب سيدفعون هذه المشاورات إلى الفشل وسيدفعون إلى الاستمرار. طيب وسط هذا الحديث، ما هو موقف الحكومة الشرعية من هذه النقاط؟ ماذا ودي الحكومة الشرعية؟ ودي الحكومة الشرعية يتحمل ضغوط الليل والنهار من المجتمع الدولي، بدل أن يضغطوا على ميليشيا يضغطوا على الحكومة اليمنية. وأعتقد أن لدينا وفدا صادقا شريفا لذيذا حتى هذه اللحظة لم يفرط في شيء، ونحن فخورون بأدائه. وأعتقد أن مسألة فشل المشاورات الكويت هم الآن يبحثوا عن شيء آخر، وهو وضع شيء يجمل وجه الدولة المستضيفة. الأخوة في الكويت بذلوا كل ما بوسعهم، من أمير الدولة إلى وزير الخارجية إلى نائب وزير الخارجية، لم يقصروا معنا في شيء، وكانوا أحرص مننا على حقن دماء اليمنيين وعلى إنقاذ مؤسسات الدولة اليمنية. لكن أمام ميليشيات رعنا لم تفعل شيء. أعتقد إذا ما حصل هناك نجاح سيكون نجاح جزئي في إطلاق بعض الأسرى والمعتقلين قبيل رمضان، وإذا أطلقوا فرضا 50 شخص ماذا يساوي 50 شخص بجوار 8000 معتقل في الداخل؟ نعم، إذا أشكرك الصحفي المحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، وأعود إلى ضيفي من الكويت أيضا عبر السكايب الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، يعني بحكم تواجدك في الكويت، هل حدثتنا أكثر عن، يعني نحن رأينا أو شاهدنا مؤتمر الصحفي لولد الشيخ، لكن هناك ما يعني ما خلف الكواليس في هذه المشاورات، ما الذي يجري هذه الأيام؟ حقيقة الكواليس هي كثيرة، وما يحصل داخل القاعة أشياء كثيرة وأحداث كثيرة وقضايا كثيرة يتم مناقشتها. بالنسبة لما يحصل، طبعا أذكر لك موقف من المواقف فقط، هو أن حمزة الحوثي، طبعا حمزة الحوثي هذا الشاب المراهق، طبعا هو الفهلوي وهو الذي يتحدث وهو الذي ينظر بحكم أن باقي وفد الميليشيات. طبعا نعرف من هم وفد الميليشيات، الناس كانوا عبارة موجودين في صعدة وفي جبالها وشاركوا في الحروب ومجموعة من المقاتلين. يعني حمزة الحوثي كان يتحدث عن الوطنية وعن الوطن وعن السلام، وعن فقام له عبد العزيز جباري وقال له لا تتحدث عن الوطن وأنتم لا تتحدث عن الوطن وأنتم لا تعرفون الوطن، أنتم من دمرتم الوطن. بالتالي كثير هي القضايا التي يتم مناقشتها. يعني نذكر قضايا تم الاتفاق على كثير من جدول الأعمال وكثير من القضايا يتم مناقشتها في الصباح، في الجلسة المسائية يتم نقضها ويقولون نحن لم نوقع على شيء، نحن لم نلتزم بشيء. حتى أن المبعوث الدولي في مرة من المرات طبعا انزعج من هذا، من تصرفاتهم، ولكنه لم يتخذ، مشكلتنا أنه ينزعج ويبدي القلق لكنه لا يتخذ أي قرار ولا يتحدث حتى في وسائل الإعلام، إنما يتحدث بشكل متفائل. ومن يرى، هو تطرق في حديثه اليوم عن وسائل الإعلام بالمناسبة، تحدث على أن هناك مسؤولية مضاعفة على هذه الوسائل التي تتابع المشاورات. كيف كان يعني حديثه بوجهة نظرك عن موضوع وسائل الإعلام؟ نعم، هو منزعج في حقيقة الأمر، حتى أن المسؤول الإعلامي التابع له شربل تحدث أن كثير من الإعلاميين هؤلاء مسعرين حرب، يعني لا يريدون أحد أن يتحدث، ينظرون إلى الإعلام الشرعي وبنظرة، ولكن لا ينظرون إلى الطرف الآخر، إلى إعلام المخلوع، إلى إعلام الحوثيين، كيف أنه يعني يمارس تضليل، يمارس، يريدون إيصال رسائل كاذبة إلى المجتمع في الداخل، خصوصا أنهم ما يزالوا يسيطرون على كثير من وسائل الإعلام، على القنوات الرسمية، على يقوموا بحجب المواقع. يعني هناك تضليل يمارس من قبل الميليشيات الانقلابية، لكن بالفعل اليوم أظهر أنه منزعج كثير من وسائل الإعلام. لا ندري ما هو سر هذا الانزعاج، ولا ندري ما الذي قمنا به. إذا كنا نحن إعلام الشرعية نتحدث بكل إخلاص وبكل واقعية، ونتحدث إلى جميع أبناء الشعب اليمني، نتحدث بحقيقة ما يحصل، أن وفد الانقلابيين جاء وهو لا يحمل السلام، جاء وهو يحمل البندقية، وإن كان لا يحملها حقيقة في يده، ولكن البندقية متواجدة في رأس كل واحد وكل عضو من أعضاء الوفد الانقلابي، يحملون البندقية ولم يأتوا للسلام، وليسوا أصلا مهيئين للسلام. هؤلاء ميليشيا مسلحة، يجب أن نعرف أن هؤلاء الميليشيات المسلحة لا يمكن لها بحال من الأحوال أن تؤمن بالعمل السياسي، لأنها لم تمارس السياسة 10 سنوات وهي جماعة متمردة، جماعة قطع طرق في صعدة وفي حرب سفيان. كيف لنا أن نلعب معها سياسة أو أن ندخل معها في سياسة؟ هذه هي الجماعة. طيب، يعني إذا ما تحدثنا أكثر على أن على موضوع الخيارات الحاسمة، هل من هذه الخيارات إعلان فشل المشاورات؟ من الممكن؟
هو بالنسبة لي الفشل، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن الفشل هو قادم، لأننا لم أربعة أسابيع، إذا كنا خلال أربعة أسابيع لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، بل بالعكس عدنا إلى بيال وعدنا إلى سويسرا وعدنا إلى جنيف واحد وجنيف اثنين. بالتالي الفشل هو يعني مرحل إلى مرحلة قادمة، وأعتقد أنه خلال أيام قادمة إذا كنا لم نرى أي شيء. أنا اليوم كنت متوقع أن يتحدث اليوم إسماعيل الشيخ أحمد عن إنجازات، أو أنه سيتحدث عن فشل المشاورات وأنه خلاص يعني وصلنا إلى طريق مسدود، لكن أنا أدرك أن هناك مسؤولية وهناك يريدون الآن أن يخرجوا بشيء يتم إعلانه من خلال وسائل الإعلام، لأنه بالفعل يعني دولة الكويت الشقيقة ابتداء من أميرها ووزير الخارجية ونائبها وبذلوا جهود كبيرة جدا من أجل إنهاء الحرب وإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، لكن للأسف الشديد تم مواجهة هذه الأجواء الإيجابية من قبل الأشقاء بتعنت من قبل الميليشيات الإنقلابية. لم يقدموا شيء واحد يمكن أن نذكره من خلال وسائل الإعلام أنهم قدموا شيء أو قدموا تنازل. هذه المشاورات يجب أن يتم الضغط من قبل الأمم المتحدة أولاً لأنها هي الراعية لهذا الاتفاق، يجب أن تضغط على الميليشيات الإنقلابية بأنها سوف تعلن المسؤولية على من يعرقل. الحكومة أعلنت موقفها الواضح، جئنا لننفذ القرار الدولي. أصبحنا نصرخ يا جماعة يا عالم، نحن لدينا قرار من مجلس الأمن الدولي من محكمة، نعتبر هذا الحكم صادر من محكمة، ما نريده هو التنفيذ فقط، لا نريد شيء آخر. المشاورات هذه جاءت من أجل تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي صدر من مجلس الأمن تحت إطار البند السابع أو البند السابع، ما نريده هو تنفيذ، نبحث آلية تنفيذية، لكن نتفاجأ أنهم يريدون أن يعيدونا إلى اتفاق السلم المشتركة، يريدون أن يعودونا إلى مرجعيات لم يتم الاتفاق عليها لا من المجتمع الدولي ولا من المجتمع الإقليمي ولا أحد يتحدث عنها. اتفاق السلم المشتركة هذا جاء جاهز من إيران، والجميع يعرف أنه تم التوقيع عليه تحت التهديد وتحت الإكراه، وتم منح الميليشيات الإنقلابية 50%، لكنهم حتى 50% لم تكفيهم، أصبحوا عندما دخلوا وهم مغرورين وهم يحملون السلاح وهم بحالة انتفاشة ومنتشيين بالقتل والدمار لم يقبلوا حتى بال50%، وهذا يعني أننا لا يمكن أن ندخل مع هذه الجماعة بشراكة. من يتحدث عن الشراكة هذا إنسان كاذب، من يتحدث عن الشراكة مع الميليشيات الإنقلابية هذا إنسان ساذج ولا يعرف حقيقة الميليشيات الإنقلابية. الميليشيات الإنقلابية تريد أن تحكمنا بالحديد والنار، تريد أن تحكمنا بأفكارها الكهنوتية، تريد أن تحكمنا بأفكارها الإمامية، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها ويجب أن نعرفها، ويجب على جميع أبناء الشعب اليمني أن يعرف أن مشروع الحوثي هو مشروع كهنوتي، طيب مشروع لكن إمامي يعني تاريخي. يعني هو أكد إسماعيل ولد الشيخ على أن الأيام القادمة أيام مصيرية بالنسبة لليمنيين، وفي يعني من قبل الأمم المتحدة باعتبارها يعني راعية للعملية التفاوضية، وكذلك هي من أصدرت القرار الأممي 2216، فما الذي يعني أن الأيام مصيرية؟ أيام مصيرية أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية المطاف، شهر لم يتم إنجاز شيء، أعتقد أنه كانوا على حق أن الأيام القادمة هي أيام مصيرية وأيام ستكون مفصلية في تاريخ المشاورات اليمنية. أنا أريد أن أذكر شيء مهم جدا، من الذي من جميع أبناء الشعب اليمني 25 مليون، من الذي يريد الحرب؟ من الذي يريد الدمار؟ من الذي يريد أن يتم محاصرة تعز على مدى سنة وشهرين وهي تحت الحصار وتحت الدمار وتحت القصف؟ من الذي يريد القتل والدمار لليمن غير الميليشيات الغازية التي جاءت من الكوف والأودية؟ وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع، أن من يريد القتل، من يريد استمرار الدماء، من يريد أن تستمر اللا دولة في اليمن هو طرف واحد فقط وهو طرف الميليشيات الإنقلابية. بالتالي إعلان ولد الشيخ أن الأيام القادمة هي أيام مصيرية أعتقد أنه صادق، وأعتقد أنه يتم الآن بحث مخرج لإنهاء هذه المشاورات في الأيام القادمة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار وكذلك السادة المشاهدين. مشاهدينا نبقى مع فاصل قصير، نعود بعده لاستئناف النقاش في حلقة اليوم، ابقوا. وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اعود الى الاستاذ مختار الرحبي ضيفنا عبر السكايب من الكويت. استاذ مختار، بحديثك عن 25 مليون يمني ذكرتني بحديث مجتزأ من او بعض ما قاله ولد الشيخ في المؤتمر الصحفي، تحدث على انه يتساءل كان فهل يستمع المشاركون في الجلسات لصوت 25 مليون يمني يطالبون بالسلام ام سيلجؤون الى 25 مليون مبرر لعرقلة المسار. هل هذا الحديث مقبول من قبل المبعوث الأممي يعني وفق عدم تحديد من هو الذي الجهة التي تعرقل مسار هذه المشاورات؟ ولد الشيخ اليوم تحدث بلساننا جميعا، وهو أعتقد أنه كان بالإمكان له أن يفصح من الذي يأتي بالتبرير ومن الذي يماطل ومن الذي يراوغ ومن الذي يكذب. هو طبعا هذه رسالة غير مباشرة للميليشيا الإنقلابية، أنا أفهمها هكذا، أنا من خلال تواجدي في الكويت أعرف أن هذه رسالة موجهة. أستاذ مختار، إذن يبدو أن هناك خلل فني طرأ، إلى حين محاولة إصلاح هذا الخلل. مشاهدينا الكرام، كان معنا الأستاذ مختار الرحبي وتحدثنا قليلا عن المؤتمر الصحفي الخاص بإسماعيل ولد الشيخ. كان من هذا المؤتمر أكد ولد الشيخ على الكثير من النقاط، على أن هناك خيارات حاسمة ستتخذ في الأيام القادمة، وهناك قرارات مصيرية من الممكن أن تحدث في حال لم تنجح هذه المشاورات. إذن يعود لنا الأستاذ مختار الرحبي من جديد. أستاذ مختار، كنت تتحدث على هذه النقطة، نقطة 25 مليون مبرر لعرقلة المسار قد يقدمها المشاركون في حديث ولد الشيخ إلى الشعب اليمني في حال فشلت هذه المفاوضات. نعم، هو قلت لك أنا كنت أحس إحساس مباشر أنه يوجه هذا اللوم للميليشيا الإنقلابية، لأنها هي من تأتي بالتبريرات وهي من تراوغ وهي من تماطل وهي التي ستفشل في الأخير، هي من ستفشل مهمة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع أن الجميع متفائل في حقيقة الأمر. نحن جئنا إلى الكويت، أنا شخصيا جئت الكويت وكنت يعني متفائل أنها ستكون بالفعل أنها نهاية للحرب، نهاية للدمار، نهاية لمعاناة الملايين. المواطن البسيط في اليمن أصبح الآن يبحث عن السلام ويبحث عن الأمن والاستقرار بعكس المراقبين والنخب الذين طبعا منهمكين في القضية اليمنية ويعرفون تفاصيلها وما يحدث فيها. بالتالي من يعرقل ومن يأتي بالتبريرات هو الطرف الآخر. كنا نريد أن المبعوث الدولي أن يكون أكثر صراحة ويقول من يعرقل هو الطرف ويسمي الطرف، حتى وإن كان الطرف الحكومي. إذا كان هناك أشياء لا نعرفها نحن، عليه أن يتحدث بكل صراحة وبكل واقعية. لكن المبعوثين والأمم المتحدة دائما تكون لغتها لغة ناعمة، لغة لطيفة مع الجميع، حتى مع من هو يعد معرقل ويخرق الاتفاقيات. طيب، التي يتم إبرامها. يعني إسماعيل ولد الشيخ يعني تعرض إلى نقطة الحديث عن أن الهدنة ساهمت في إدخال المساعدات إلى المناطق وتعزيز هذه المساعدات وفق أمن هش إلى حد ما، لكنه أكثر أمانا من الأيام السابقة. هل كان موفقا في هذه النقطة؟ بالنسبة للمساعدات طبعا ليست لدي تفاصيل أين ذهبت وأي المحافظات، لكنه تحدث عن محافظات هي لم تكن محاصرة من قبل وهي أصلا ما تزال بيد الميليشيا الإنقلابية. كنا نريده أن يتحدث عن محافظة تعز، محافظة تعز التي تموت، محافظة تعز التي تحاصر، محافظة تعز التي تقصف. يمكن أنا الآن أتحدث معك وهي تقصف الآن، وهناك من يستشهد وهناك جرحى لا لا لا, لا يستطيعون الخروج للعلاج، لكن لم يتحدث عن تعز، مع أن تعز قضية أساسية وقضية محورية، والجميع يعرف أن تعز وصراخ تعز وآلام تعز وأوجاع تعز يجب أن تصل إلى جميع أنحاء العالم، يجب أن تصل إلى المنظمات الدولية وإلى من يتحدثون عن حقوق الإنسان، عليهم أن يتحدثوا عن تعز وعن معاناة تعز. لكن المبعوث الدولي اليوم لم يتحدث عن تعز، ولم يتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا وهي معسكر العمالقة الذي تم اقتحامه من قبل الميليشيات الإنقلابية. كان هناك حديث عن لجنة يتم تشكيلها ويتم وضع تقرير خلال 72 ساعة، مرت 72 ساعة وبعدها 72 ساعة ولم يتم الحديث عن هذه النقطة. هذه قضايا مرحلة، تعز أيضا أصبحت قضية مرحلة لم يتم الحديث حولها، وهذا ما يجب على المبعوث الدولي أن يتنبه له وأن يتحدث له، لأن هناك مراقبين وهناك شعب يمني يراقب ويلاحظ، وأصبح جميع أبناء الشعب اليمني الآن أصبحوا سياسيين ويبحثون عن المعلومة ويبحثون عن حقيقة ما يحدث. طيب، دعنا يعني نثري هذا النقاش باستضافة الأستاذ محمد عبد السلام، محمد عفوا، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام.
حياكم الله، اهلا وسهلا استاذ عبد السلام. يعني اذا ما تحدثنا عن خيارات الحكومه وفق لهذه المعطيات الموجوده على الساحه السياسيه الان ووفق تصريحات مؤتمر الشيخ المتجدده والتي تحدث عنها الاستاذ مختار الرحبي انه المؤتمر هذا لم ياتي بجديد ولا يعني جديد يلوح في افق هذه المشاورات. طبعا المساله هي لم تعد فرص متاحه للحكومه، ولكن المسألة تتعلق بالأمن الإقليمي للمنطقة، وأعتقد أن الحكومة لم يعد لديها خيارات متعددة، حتى خيارات التراجع أو تقديم تنازلات هي خيارات استسلام فقط لحالة التمرد والانقلاب، أي بمعنى أن هناك صورتين فقط الآن واضحتين، صورة تمرد وانقلاب وسيطرة على الدولة، وصورة شرعية واستعادة الدولة، وإما يكون هناك تنازل من الانقلابيين باتجاه استعادة الدولة أو هناك تنازل من الدولة لصالح الانقلابيين. لم يعد هناك متاحا بالمطلق، هناك أعتقد خطر يواجه الأمن الإقليمي إذا ما استمر وضعية تمدد الانقلابيين واستغلال مشاورات الكويت لحصول على أوراق جديدة والسيطرة على وفرض أمر واقع على الأرض أكثر والتمدد أكثر والسيطرة خلال هذه الفترة على مناطق جديدة. طيب يعني إذا ما تحدثنا على يعني أنت تحدثت عن الوضع الأمن الإقليمي بالنسبة للدول يعني دول الإقليم بشكل عام، إذا ما تحدثنا عن الخيارات للحكومة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الذي يمكن أن ينهار قبل حلول شهر رمضان القادم، كيف يمكن أو ما هي الخيارات التي لدى الحكومة أمام شعبها في هذه النقاط؟ حقيقة الأمر يجب أن نسأل ما هي خيارات الإنقلابيين؟ هذا الأمر الأهم الذي نسأله. أيضا الإنقلابيون ليس لديهم خيارات متاحة كثيرة، ولكن الإشكالية في الغطاء الدولي الحاصل لهم، هناك غطاء على جرائمهم وغطاء على كل ما يقومون به، فالانهيار الاقتصادي للعملة الوطنية والانهيار الذي ينتظر اليمن وينتظر البنك المركزي بالتحديد هو من أكبر جرائم الانقلاب، ورغم ذلك هناك تغطية واضحة جدا لهذا ومحاولة لإمداد الانقلابيين بنفس لاستمرارهم في السلطة من خلال إنقاذهم في هذه الحالة. أنا أعتقد أن الوضع الاقتصادي هو سيجعل الانقلابيون في دائرة ضيقة أكثر، لكنه سينعكس سلبا. طيب في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد السلام، في هذه النقطة تحديدا أيهما أسلم، أن تبادر الحكومة بفعل الآن قبل هذا الانهيار الحكومي، أم أن تقوم على ردة فعل أو الانهيار الاقتصادي عفوا، أو أن تقوم على ردة فعل بعد أن يعني ينهار الاقتصاد ويشاهد الناس ماذا يعني هذا الانهيار؟ الخيار الحقيقي إذا أردنا سلام مستدام خلال الفترة القادمة أن يضغط المجتمع الدولي من خلال وضع الاقتصاد المنهار الآن على الانقلابيين أن يعيدوا تسليم السلطة للدولة وينسحبوا ويطبقون القرارات الدولية، دون ذلك سيحصل الانهيار وسيحصل تمزق للنسيج المجتمعي وستعود الحرب أسوأ من سابقها، ولن نحقق لا دولة ولا دويلة ولا إقليم، ولن يستقر الوضع لا للانقلابيين ولا لغيرهم. طيب إذا ما نظرنا إلى نظرة استشرافية لمستقبل المشاورات القائمة وكذلك إلى العملية أو الأزمة اليمنية بشكل عام إن صح التعبير، ما هي الخيارات القادمة أمامنا؟ يعني حقيقة بعد شهر واضح جدا أن هذه المشاورات تتجه للفشل، ولم يعد هناك إلا خيارين فقط، خيار استسلام الانقلابيين أو خيار الحرب، وكلا الخيارين مكلفين ويحتاج لتنازلات قوية من كل الأطراف وليس من طرف الانقلابيين، ولكن هذه التنازلات يجب أن لا تمس القرارات الدولية وأن لا تمس سيادة الدولة، وإنما تكون تنازلات في إطار التحاور مع الانقلابيين لاستعادة الدولة، ولن يكون هناك تصفية مناطقية ولا تصفية مذهبية خلال الفترة القادمة ومنعا للانتقام. دون ذلك إذا ما استمر الانقلابيون على حالتهم
أنا أعتقد أن حالة الانتقام ستؤدي إلى انقسام في المجتمع اليمني، ناهيك عن زوالهم وعدم قدرتهم على الإمساك بزمام الأمور. إذن رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث الأستاذ عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، هل من تعليق على حديث الأستاذ عبد السلام محمد بخصوص مآلات المشاورات وكذلك نقطة الأمن الإقليمي وكذلك الوضع الاقتصادي بداخل البلاد؟ بالفعل الأستاذ عبد السلام ذكر قضايا مهمة، قضايا الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني الآن شبه منهار، الميليشيا الإنقلابية قامت بطباعة 40 مليار ويمكن المبلغ يكون أكثر من هذا المبلغ بدون تغطية هذا المبلغ في البنوك الخارجية، وهذا طبعا يهدد بانهيار العملة الوطنية. اليوم الدولار أصبح ب 310، الدولار الواحد ب 310 ريال، أيضا الريال السعودي ارتفع، كل العملات ارتفعت في ظل انهيار كامل للعملة الوطنية والاقتصاد الوطني. رؤوس الأموال غادرت، التجار غادروا، شركات غادرت، الشركات النفطية غادرت البلد. البلد أصبحت الآن من هو موجود فيها عبارة عن مجموعة من قطاع طرق وعبارة عن مجموعة عن تجار السوق السوداء. تجار السوق السوداء نعرفهم والجميع يعرفهم، هم عبارة عن مشرفين للميليشيا الإنقلابية في المحافظات وفي المناطق، وأصبحوا يجنون ملايين من وراء هذه التجارة السوداء، سواء المشتقات النفطية أو لغيرها. أصبح كل شيء في البلد مشتقات نفطية، فبالتالي هذا طبعا قضية تم مناقشتها وتم وضع رؤية من قبل الحكومة لمناقشة هذه القضية الهامة. أيضا عشرات الآلاف التي يتم الزج بهم داخل المؤسسات المدنية وكذلك المؤسسات العسكرية، حتى أننا أصبحنا نرى المؤسسة العسكرية التي كان من المفترض أن تكون وطنية لحماية الشعب اليمني أصبحت تردد شعارات طائفية ومناطقية، وهذا أحزننا كثيرا. أن نرى شباب يتم تدريبهم ويتم تدريبهم وأيضا غرس معتقدات وأفكار طائفية لم نكن نعرفها في اليمن، لم نكن نعرف هذه الشعارات الطائفية والمناطقية، كنا نراها فقط في سوريا، نراها في العراق، نراها في المناطق التي دخلت إليها إيران. اليوم أصبحنا نراها متواجدة في شوارع اليمن، في معسكرات اليمن، وهذا طبعا يهدد بكارثة ويهدد بتفخيخ كل المجتمع اليمني. أستاذ مختار، هل يطرح أو هل تطرح هذه النقاط بداخل هذه المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة؟ طبعا موضوع الاقتصاد الوطني تم طرحه وتم وضع رؤيه من قبل الحكومه ومن قبل وفد الحكومي تم وضعه. طبعا تفخيخ المؤسسه العسكريه وتفخيخ المؤسسات المدنيه بعشرات الالاف من الميليشيات وايضا اقصاء الكوادر واقصاء الشخصيه الوطنيه بالفعل تم مناقشته وتم وضعه وتم طرحه على اللجنه السياسيه التي تناقش والتي تجتمع باستمرار، لكن كما قلت لك لا يوجد هناك أي جديد في المشاورات. حتى وإن طرحت كثير من القضايا وكثير من الملفات لا يتم الالتفات لها ولا يتم مناقشتها بشكل جدي من قبل الميليشيات الإنقلابية. نتحدث عن المختطفين يتحدثون عن أسرى، نقول لهم هناك فرق بين المختطفين الذين تم اختطافهم من منزلهم وبين أولادهم ونسائهم بطريقة غير قانونية من جهة غير قانونية، أنتم ميليشيا لا تمتلكون الشرعية لاعتقال ولمحاكمة الناس. يتحدثون عن الأسرى الذين تم اعتقالهم وهم كانوا في أرض الميدان وفي أرض المعركة، وهذا طبعا وفق القانون الدولي عن طريق الصليب الأحمر عبر طريق المنظمات يتم الحديث عنها. نتحدث عن تسليم السلاح يتحدثون عن تشكيل الحكومة، نتحدث عن عودة الشرعية يتحدثون عن رئيس جديد و سلطة تنفيذية جديدة، بالتالي لا يوجد هناك قواسم مشتركة. يجب أن نعرف أن القواسم المشتركة التي نبحث عنها حتى هذه اللحظة لا تتوفر. المشكلة واضحة، انقلاب تم على سلطة على سلطة شرعية معترف بها بجميع أنحاء العالم. الحل أن ترد هذه السلطة وبعد ذلك يتم حل كافة الإشكاليات والقضايا الأخرى. أنت تضررت قبل قليل لموضوع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية العاملة والمحاولة الإغاثية التي تحاول التخفيف عن في الوضع الإنساني بداخل البلاد. هذه اللجان عندما نتحدث معها بالعادة عندما تتحدث بشكل عام لوسائل الإعلام لا تحدد أطراف تخل بطريقة عملها، وهي على بحسب ما يقولون أنهم يرفعون تقارير للأمم المتحدة للبت. في هذه المشاورات هل تم مناقشة أي من تقارير هذه اللجان أو المنظمات الأممية؟ في حقيقة الأمر لا يوجد هناك معلومات، لا يوجد لدي معلومات حول هل يتم مناقشتها، لكن ما أعرفه أن هناك لجان وهي لجان التهدئة المتواجدة، سواء اللجنة المركزية المتواجدة هنا في الكويت أو اللجان المحلية المتواجدة في المحافظة، يتم مناقشة موضوع الاختراقات ويتم تقديم تقرير يومي للمبعوث الدولي حول الاختراقات. ولكن كما قلت لك لا يوجد هناك
لا يوجد هناك حديث بشفافية من قبل الأمم المتحدة، ولا يوجد هناك تصريح من الذي يقوم بالاختراقات، مع أنه هذه الخروقات الخاصة ب يعني الأعمال العسكرية. نعم بالأعمال نعم أتحدث عن الأعمال العسكرية، أما بالنسبة للأعمال الإنسانية لا أمتلك معلومات وافية حول هذا الموضوع اللي أخوض فيه، وأرقام وتقارير تم مناقشتها طيب. يوجد، لكن أتحدث عن الاختراقات العسكرية التي بلغت إلى قبل أسبوع من الآن أكثر من 3000 اختراق قامت به الميليشيات الإنقلابية، ومع ذلك نحن نتحدث على أن الهدنة لابد أن تستمر، ولا بد عن الجهود الإنسانية أن تستمر، ويجب إدخال جميع المساعدات الإنسانية وكذلك حتى المواد التجارية وغيرها يجب أن تدخل إلى اليمن، ويجب إسعاف الأسواق المحلية التي أصبحت بحاجة ماسة إلى إنعاشها وإسعافها بالمواد التجارية وغيرها. طيب في ظل الحديث المتكرر من قبل وفد الميليشيا عن ضرورة وقف الطيران تحليق طيران التحالف العربي، وفي ظل أيضا الحديث عن الخروقات المتكررة من قبل الحوثيين التي يتحدث بها الكثير من اللجان مراقبة التهدئة في الداخل، الصورة الأممية في هذه النقطة إلى أين تميل بحسب يعني رؤيتك؟ بالنسبة للجان التهدئة؟ نعم، بالنسبة للجان التهدئة طبعا كما قلت لك يتم إيصال كل التقارير التي تصل من الميدان، يتم إيصال هذه إلى المبعوث الدولي، والمبعوث الدولي تحدث في مرة من المرات كما وصلنا أنه تحدث أن تعز يجب أن يلتزم الحوثيين بوقف إطلاق النار في تعز، وهذه المرة الوحيدة التي أعتقد التي تحدث عن تعز، وفي فترة من الفترات كان هناك قصف شديد من قبل الميليشيات، مع أن القصف لم يتوقف. أنا تحدثت مع أحد الأصدقاء في تعز وتحدث قلت له كيف الهدنة، قال أين الهدنة لنتحدث عن الهدنة، أتحدث معه عن الاختراقات، قال أين الهدنة لنتحدث عن الاختراقات، القصف مستمر. نعم القصف مستمر والاختراقات متواصلة، والأحياء السكنية والمدنية ما تزال تقصف من قبل الميليشيات الإنقلابية، بالتالي هذه نقطة حساسة. وأنا أكرر أن مدينة تعز مدينة محورية، وموضوع تعز وقضية تعز قضية محورية يجب أن نتحدث عنها في وسائل الإعلام، ويجب أن نلفت أنظار الأمم المتحدة أن هناك مدينة منسية اسمها مدينة تعز تقصف تباد، يتم انتهاكات داخلها، يتم حصارها من جميع المناطق وجميع المحافظات، وكما سمعنا في تقريركم قبل قليل في البرنامج عن رئيس اللجنة يتحدث أنه ينزل يوميا إلى المناطق التماس ليتم فتح الطرق، ولكن لا يتم الالتزام من قبل الميليشيات الإنقلابية، كما أنهم لا يلتزمون هنا في الكويت لا يلتزمون في الميدان، هذا شيء واضح ونحن نعرفهم. أنا شخصيا أعرف الميليشيات وأعرف الحوثيين، أيام ما كنا في دماج حينما نزلنا بلجنة إلى دماج كانوا يتحدثون، وكنا في صنعاء يتحدثون يقولون لا يوجد هناك حصار على دماج، ونحن متأكدين أن دماج ليست محاصرة. نعم أستاذ مختار، إذن بهذا الحديث عن علامة الاستفهام الكبيرة التي يعني تترك بخضم هذه المشاورات في الكويت ومؤتمرات الصحفية لإسماعيل ولد الشيخ، نصل إلى نهاية حلقة اليوم مع الأستاذ مختار الرحبي الصحفي المرافق للوفد الحكومي في المشاورة. شكرا جزيلا لك أستاذ مختار على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لجميع المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي مشاهدينا الكرام، أنا وجيه السماء في تقديم هذه الحلقة، وتحيات الزملاء في الطاقم الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.